Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez toujours très bien. Nous sommes toujours dans le cours français à 1.2, le français avec un mot fadé. Ce soir, nous allons apprendre les verbes pronominaux et aussi les pronoms réfléchis et encore les adjectifs possessifs. مساء الخير ومساء الخير لكم جميعا وأتمنى أن تكونوا دائما بخير وصحة جيدة نحن ما زلنا في كورس اللغة بمستوى 1.2 وبعنوان لو فرانسي افيك فادل فادي موضوعنا لهذا اليوم هو لي فيغ برونومينو الافعال الانعكاسيه هناك مجموعه من الافعال في اللغه الفرنسيه يعني لا يمكن تصريفها لوحدها وانما تاتي في الجمله مع ضمير، هذا الضمير ايضا يسمى ضمير انعكاسي، لانه يمثل الشخص الذي يتحدث به، اذا لي برونومينو هو موضوعنا الاساسي الافعال الانعكاسيه، وسوف هذه الافعال مثل ما قلنا الان تصطحب معها ضمائر شخصيه انعكاسيه سنسميها لي برونو ريفليشي، لي برونو غفلشي الضمائر الانعكاسية في نفس الموضوع وفي الأمثلة سوف يظهر عندنا موضوع آخر سوف نسميه ليز أجكتيف بوسيسيف صفات التملك ليز أجكتيف بوسيسيف إذا لننتقل إلى الدرس إذا موضوعنا ليفير برونومينو الأفعال الانعكاسية ومفردها لو فير برونومينال لو فير برونومينال من هذه الأفعال سوف نأخذ مثالين سو لوفي بمعنى ينهض سو لوفي سبي معنى يلبس المفروض أن يكون الفعل لوفي لوحده وأبي لوحده ولكن هذه الأفعال الانعكاسية تأخذ معها تصطحب معها ضميرا شخصيا انعكاسيا يتغير مع الضمير حسب الضمير الشخصي المستخدم يعني لو أتحدث عن نفسي سأقول م لا إذا قلت أنت أو أنت سأستخدم ت إذا ذكرت هو أو هي سيكون س إذا ذكرت أنفسنا نحن إذا هنا سوف يتكرر نو مرة أخرى إذا سوف أقول نو نو أنتم أو أنتن سوف أقول "vous" وهم أو هن سوف أستخدم مرة أخرى "س" الموجودة هنا "س". إذا سوف أصرف فعل "sou" معنى ينهض وأرجو منكم أن تعيدوا اللفظ أو التصريف ورائي. إذا سأقول "je me تو لاف" إل آل Nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Iden, je me lève à 7h30. Anna, Anna, Fissa, Saba, on nous souffre. Tu te lèves à 7h30, Anta ou Antitanho, Zinfissa, Saba, on nous Il, ou elle se lève à 7h30, Hua, ou Ya. ينهض أو تنهض في الساعة السابعة ونصف نو نو ا جميعنا ننهض في الساعة السابعة ونصف ولكن لاحظوا هنا هنا ملاحظة مهمة في ضمير الشخصي الجمع الذي يمثل نحن أن أن الأكسان الأكسا التي سميناها غاف تختفي هنا لا توجد أكسان غراف على حرف ال إذن إذا نو نونو لفو وأيضا على الضمير الشخصي الجمع الثاني أنتم أو أنتن فو فو إذا لا توجد أكسان غف ولكنها تعود مرة أخرى في الضمير الشخصي الجمع لهم أو لهن إل إل س ليف ولاحظوا نهاية الفعل إن لا تلفظ إذا إل س ليف هم ينهضون هن ينهضن لننتقل الى الفعل الثاني سبي بمعنى يلبس اذا مره اخرى هذا الفعل يصطحب معه ضميرا شخصيا انعكاسيا الذي هو سميناه لي برونو ريفليشي الذي هو سنو فو سي لاحظوا هناك هنا ان هناك تغيير ان الأ هنا م اختفت لماذا اختفت لوجود حرف ال الاش او لوجود قد يجوز هناك حرف الفويل اذا سوف تختفي الا ونكتب بدلها ابوستروف ابوستروف هي هذه العلامه اذا سنلفظها هكذا وارجو ان تلفظون الفعل وراي جو مبي تي تابي

تن تلبسون أو تَلْبَسْنَ إل أل سبيهم أو هن يلبسون أو يَلْبَسْنَ هناك إضافة لهذه هذا المثال إذا سأقول مثلا جو مبي أنا ألبس قميصي لاحظوا ظهور ضمائر شخصية أخرى في هذا المثال التي هي للشخص الأول ج ما للشخص الثاني ت تا وللشخص الثالث هو أو هي هو سا لماذا ما تا سا لأن الاسم مؤنث هذه الضمائر هذه الضمائر نسميها نسميها بليز صفات التملك في اللغات الأخرى نسميها ضمائر التملك أو أدوات التملك، ولكن في اللغة الفرنسية يسمونها les adjectifs possessifs صفات التملك. إذا عندما أقول ماشمس هو القميص العائد لي، هو القميص لملكي أنا. إذا استخدمت ما لأن القميص اسم مهنف. استخدمت ت أيضا لأن القميص مؤنث وهكذا إذا سأقول ماشمس أنا ألبس قميصي تي تبي أنت أو أنت تلبسين قميصك أو قميصك إل إل سأشميس هو أو هي تل يلبس أو تلبس قميصه أو قميصها نو نو زبيو نوتر شميس نحن نلبس قميصنا فو فو شميس أنتم أو أنتن تلبسون أو تلبسنا قميصكن إل إل سبي لوخ شميس هم أو هن يلبسن قميصهن ماذا لو كان الاسم لا أحدكم يسأل ولو نحن سنخرج من الموضوع لو كان الاسم هنا مذكرا مثلا نقول شابو يعني قبعة هل سأقول ما شابو الاسم مذكر لن أقول ما شابو وإنما سأقول جو مبي مون مون شابو مون شابو

اذا هل تتغير الماء نعم تتغير ج مبي مي ام او اس مش مي فيتما تي تبي تي فيتما ال ال سبيه سي فيتما نو نو زبيو نو فيتما فو زبيه فو فيتما ال ال سبي لوغ مع اس فيتما أتمنى لا يكون هذا الموضوع صعبا عليكم ولو أعدتموه سيكون أكيد سهلا عليكم من يعني تليق له مثل هذه الدروس لم يشترك في القناة فأهلا وسهلا به في القناة فهو فالاشتراك مجاني وإذا فعلتم الجرس سوف تنزل لكم دروس مباشرة وإذا أعجبتكم هذه الدروس أرجو يعني تفعيل اللايك وتعليق أو إن كان هناك سؤال وشكرا لجميع المشتركين وشكرا لكل من يعرف هذه القناة للأصدقاء للمعارف وإلى اللقاء في درس جديد.